الجزئية دي الشيخ بيتكلم فيها عن المراقبة، فبيقولوا له والله احنا بنحاول قوي عشان نجيب صورة الشيخ ما بتجيش. فالشيخ قال يحاول مرة واتنين، وقال ان يحاول ولحد ما شيطانه يطلع ومرضيش ان هو يمنع حتة المراقبة او الناس تعملها يوم وتسيب يوم او حاجة زي كده. قالوا طب افرض الواحد تعبان، جاي تعبان وهل كان خالص، قال شوف لدرجة قال ايه، قال ودي مراقبة يعني بتحصل في لما تيجي قبل ما تنام يعني، قال ان الواحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم اتنين تلاتة وهو تعبان، استغفر الله العظيم والتوب الرحيم اتنين تلاتة يقول، وبعد كده يدخل في الاسم وقال يتغطى وينام، قال بتتحسب مراقبة. هنسمع برضو ده موجود كله في كتاب علي معلم الجزء الخامس صفحة 20. بيجي يقول له قالوا له طبعا يا شيخ في ناس بتبقى عندها وقت وممكن يعملوا المراقبة بالسلسلة الكبيرة. هنا بقى وقف قال لك لا، محدش يعمل المراقبة بأهل السلسلة الكبيرة، السلسلة الكبيرة دي معمولة للهدايا تعملها في أي وقت، لكن المراقبة تتعمل بالسلسلة الصغيرة، وأكد على الحتة دي جدا. طب نسمع بقى الشيخ في الموضوع ده كده. الواد أو الواد شيطان يطلع، الواد بيسد الابن، جهنم
جوانا في التواصل ما كتب ما انزل